لازم يعمل بلان، يعني لازم يعمل خطة ويشوف هو هيقدم السنة دي وإيه السنة الجاية، لازم يبقى فاهم هو هياخد الخطوات إزاي. الدافع يا فندم إن حضرتك بعد السنين دي كلها بترجع تاني للسينما؟ هو الدافع إن أنا قعدت فترة متوقف بعد ثورات الربيع العربي واتلخمت في مشروع العشوائيات علشان إنهاء مشروع العشوائيات وكده، وبعدين بدأت أعمل مسرح. اتعرض عليا فكرة فيلم الحقيقة استهوتني كشكل وكموضوع، وإن فيلم بالتقنيات الحديثة والتكنولوجيا وكل شيء هايل، بس ما هوش جنان اللي بنشوف بعض الأفلام اللي زي ما بقول لك كده ينور الشباك ويضل الممثل جوه وبعدين متبقى شايف الممثلين وتلاقي الدنيا ظلمة، ويعني حاجات تقليد أعمل الحاجات بتحصل في مشهد أو مشهد في فيلم في الغرب. يعني الفيلم القضية بتاعته مهمة وملهمة، إن شيء هيحصل في العالم في توقعات بيه وشيء خطير ما أقدرش أحرق الفيلم، ولكن هو في شيء مهم وشيء جلل لازم تتابعه. اشتغلت مع نجوم كبار كتير قوي، شريهان موجودة دلوقتي عملت مسرح وحضرتك راجع بقوة، ممكن تشتغلوا مع بعض تاني وتعيدوا نجاح انت حر؟ أنا يعني ما عنديش أي مصادرة على أي شيء، بس انا ما بروحش لحد اللي عايزني يجيني، مش عارف المثل ده، انا ما بروحش لحد اللي عايزني يجيني. كيف استقبل محمد صبحي خبر وخبر وفاه شيرين ابو عقله، استشهاد شيرين ابو عقله؟ لا موضوع شيرين ابو عقله ده كان شيء قاسي جدا ومؤلم ومفاجاه مع التبلد الحسي للشعوب العربيه بصراحه شديده، ان كان بتقوم الدنيا في حادثه ظلم زي دي، ولكن شيرين ابو عقله انا متابعها من زمان قوي قوي قوي، وتاريخ والمقتل قاسي، يمكن انا عبرت عنه برساله صوتيه وبالصوره في الصفحه عندي يعني، فبقول ان لازم الفلسطينيين يرجعوا ما يبقوش اهلي وزمالك مش فريقين كره قدم، رجعوا تاني عشان القضيه تبقى واحده.